طيب بنت اسمها نوران ايوه بعتها بتقول ان هي 4/11، اوكي عايزه تعرف برجها ايه تحديدا وكل حاجه عنها. هي عقرب، برج العقرب، وهي من العقرب البيور اللي هي ما بتاخدش من حاجه قبليها او بعديها. هي ست ذكيه جدا 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 جدا، بس هي دلوقتي محتاره ما بين حاجتين، حاجتين عاطفيا، يعني في حياتها اتنين وهي محتاره. بقول لها اختاري حاجه منهم عشان الامور تمشي، لان اللي جاي عندك حلو جدا جدا، واي خطوه فعاطفيا هتركزي فيها هتكمل، هتكمل بجواز. اوكي عمليا الدنيا عندك حلوه، ماديا برضو الفتره يعني 2020 ان شاء الله هتبقى على الابراج المائيه حلوه. طيب كويس قوي.